السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. سؤال: ما الذي طلبه الجن أو طلبته الجن من الله عز وجل؟ ما هو الشيء الذي طلبه الجن من الله عز وجل؟ طلب الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة، طلبوا الرشد، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هو الرشد؟ الرشد هو إصابة وجه الحقيقة، هو السداد، هو السير في الاتجاه الصحيح. فإذا أرشدك الله عز وجل فقد أوتيت خيرا عظيما وبوركت خطواتك. ولذلك يوصينا الله عز وجل دائما: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فردد دائما هذه الآية: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الدرس والعبرة من هذه الآية أن الرشد تختصر المراحل ويختزل الكثير من المعاناة، وتتعاظم بالرشد تتعاظم النتائج. فبالرشد تختصر المراحل وتختزل الكثير من المعاناة وتتعاظم النتائج حتى حين يكون الله عز وجل لك وليا مرشدا. لما بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، وهو: أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. بل أصحاب الكهف حين آووا إلى الكهف وهم في شدة البلاء والملاحقة سألوا الله عز وجل الرشد دون أن يسألوه النصر ولا التمكين ولا أن يظفروا ولا الظفر أن يظفروا الله عز وجل على أعدائه. ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فعندما يهيئ الله عز وجل سبحانه وتعالى أسباب الرشد لنا، فإنه قد هيئ لنا أسباب الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاللهم هيئ لنا الرشد والفلاح والنجاح، ولذريتنا وأحبتنا وكل من يسمعنا الآن يا مجيب الدعاء يا الله. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.